وما الحكم إذا حضرت الصلاة، ما الحكم إذا حضرت صلاة الجنازة وأنا أصلي راتبة الصلاة؟ إذا حضرت صلاة الجنازة وأنت في راتبة تكملها، تكمل الراتبة ولا يجوز لك تقطعها. فإذا أكملت الراتبة، إن أدركت شيء من صلاة الجنازة تدخل معهم في البقية، في بقية صلاة الجنازة، وتعتبره أول صلاة الجنازة بالنسبة لك. فإذا سلم الإمام تكمل صلاة الجنازة على صفتها. مثلا إذا كبرت التكبيرة الأولى مع الإمام، سلم الإمام، إذا كبرت التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة ولو كانت هي آخر تكبيرة أو هي التكبيرة الثالثة للإمام، أن تعتبرها هي التكبيرة الأولى لك، تقرأ بعدها الفاتحة. فإذا سلم الإمام تكبر تكبيرها الثانية، تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر تكبيرة الثالثة وتدعو للميت، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم. وإذا خشيت أن الجنازة ترفع قبل تكمل صلاتك عليها، فإنك تتابع التكبيرات، تكبر متتابعا وتسلم ويكفي هذا، والحمد لله.